السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يتجدد اللقاء مرة أخرى معكم في مساء الخير يا مغرب، ودائما وأبدا مباشرة على قناتكم الفضائية شدا تيفي. يلا اليوم كيف العادة مواضيع متنوعة مختلفة من أجل الإفادة والاستفادة. اليوم في الحدث كاين موضوع مهم اللي بدا تفرض نفسه، تتعرفوا العملة الرقمية الجديدة المتداولة الآن هي البيتكوين. هذا البيتكوين هذه المغرب من خلال البنك المغرب دار واحد اللجنة لتتبع هذه العملة الرقمية هذه. إذا الأمور غادة نحو ما هو جدي أكثر، واش مستقبلا غادي نكونوا أمام العملة الرقمية وما غاديش يبقى الكاش، ما تبقاش شي حاجة سميتها الدرهم وشي حاجة سميتها الفلوس الورق، ما غاديش يبقى وغادي نوليو تعاملات رقمية. مهم ربما يتضح أن العالم يسير في هذا الاتجاه. غادي نوقفوا مع هذا الأمر وهذا الموضوع إن شاء الله في فقرة الحدث مع زهير الخديسي نائب رئيس تجمع المغرب الرقمي باش يوضح لنا أكثر ونفهموا هذه العملة الرقمية والخطورة ديالها والمنافع ديالها إلى آخره إن شاء الله. اليوم غادي يكون معنا بلال حموتي. لا كنتو تتفكروا بلال حموتي كان داز معنا، هو ذاك الوليد اللي اخترع الكمامة اللي تطلع بوحدها ملي تقرب لك شي واحد. هاد الوليد كنا جبناه ملي كان مساء الخير يا مغربتي خاص بكوفيد 19. هاد الوليد ما شاء الله شرف المغرب والمغاربة وأطفال المغرب أنه فاز بجائزة الروبوتات الدولية، واليوم غادي يكون معنا كذلك نتكلموا معاه على هذه الجائزة وبنفس الاختراع اللي هو الكمامة المتطورة أو الكمامة الذكية. ناهيك على مواضيع مهمة غادي نطرقوا لها اليوم، من بينتها تتسمعوا بشي حاجة سميتها تكنولوجيا النانو. بزاف الناس شنو هي النانو، اليوم غادي نقول لكم شنو هو النانو، شي حاجة مهمة جدا في مستقبل البشرية، تكنولوجيا النانو. بقوا معنا وعلى بركة الله نبدأ بفقرة هنا وهناك. في بداية هذه الفقرة كعنوان اخترنا لكم قمة تربوية من أجل حياة أفضل. هذا العنوان هذا قمة تربوية من أجل حياة أفضل مجموع فيه ما هو تربوي تعليمي، مجموع فيه ما هو روحي، مجموع فيه ما هو إنساني، مجموع فيه التعايش والسلام إلى آخره. من خلال ماذا؟ من خلال واحد اللقاء كبير كبير بزاف بشخصيات كبيرة كان في بني ملال. محمد بوزيان وكل طاقم ديالو كان هناك، كان في الحدث ودار لنا هذا الروبورتاج ديال هذه القمة التربوية من أجل حياة أفضل. من جهة بني ملال خنيفرة تم إعطاء الانطلاقة الأولى للقاءات التنسيقية الجهوية على المستوى الوطني، أوراش ومشاريع تم عرضها بشكل مفصل لتفعيل مضامين قانون الإطار 51/17 والمتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، قانون تعاقدي ملزم لجميع الأطراف. الجميع منخرط في هذا الورش الكبير، الورش الوطني اللي سيدنا الله ينصره كي يوليه واحد العناية خاصة. أيضا كاين تملك وأيضا كاين جانب آخر، هو بغينا باش السلطات المحلية ينكبوا ويواكبوا هاد الأوراش، لأن التنزيل الحقيقي يتم على المستوى المحلي وعلى المستوى الجهوي، واليوم الحمد لله أيضا يمكننا نعتزوا بهاد المواكبة وهاد هاد الانخراط ديال الجميع. وهنا بغيت نحيي الأطور الإدارية والأطور التربوية ديال الأكاديمية اللي بفضلها استطعنا باش ننزلوا هذه الأوراش كاملة. إصلاح ضم 19 مشروعا من التعليم الأولي إلى البحث العلمي والابتكار، تنفيذا لحافظة مضامين هذا القانون الذي يروم الارتقاء بجودة الخدمات المتعلقة بمنظومة التعليم العالي من منح وتغطية صحية. ففيما يخص المنح، تطورت أعداد المستفيدين من المنح الجامعية ليصل اليوم رقم 400,000 مستفيد من المنح الجامعية من أصل 1,000,000 طالب في الجامعة ككل.
فكما أن اليوم يستفيد 300,000 طالب من الأمن الصحي، من التغطية الصحية، وسنعمل جاهدين مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص كذلك لتعزيز مساهمة الدولة في التغطية الاجتماعية لطلبتنا. تطوير أطوار المدرسة التربوية مع زرع ثقافة التسامح والتعدد والتعايش، وذلك من خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين كل من مركز الدراسات والأبحاث حول القانون العبري بالمغرب والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجمعية سويرا موغادور. une convention qui va nous permettre d'élargir à tout le territoire. اتفاقية ستسمح لنا بالتوسع في كل التراب لنشمل جميع أنحاء المغرب. هذه الديناميكية التي أنشأتها بيت الذاكرة بصويرة مع مجموعة من الأندية لنشر الثقافة الحوار والتعايش في غضون الأسابيع القليلة كان هناك أكثر من 100 نادي في صويرة، وهذا ما نطمح للوصول إليه بواسطة هذه الشراكة، وهذا ما سيمنح لتلامذتنا وطلابنا وأساتذتنا إمكانية إعادة تملك ومشاركة هذا التراث المؤسس لحداثة بلادنا والقدرة على إخبار الجميع بفن العيش معا. fondateur de la modernité de notre pays et de sa capacité à dire à tous les autres un art de vivre ensemble. النهوض بثقافة المواطنة والسلوك المدني في الحياة المدرسية ومحيطها من أهم ما خلص إليه هذا اللقاء، مع إعطاء الانطلاقة الرسمية الأولى لأندية التسامح والتعايش بمؤسسة الإبداع الأدبي والفني ببني ملال. جميل، مشكور زميل محمد بوزيان وكل الطاقم اللي اشتغل معاه بخصوص هذه التغطية هذه لهذا الحدث المهم جدا، المنظومة التربوية في خضم البحث العلمي والتطوير العلمي وكذلك التربية على قيم التعايش والتسامح. جميل جدا. يلا غادي نمشيو لموضوع ثاني في فقرة هنا وهناك، اخترنا لكم كعنوان المهدية. كل شيء تعرف المهدية في القنيطرة، المهدية بالقنيطرة جمال أسطوري. أغلب المغاربة ملي تسمع المهدية في قنيطرة تمشي دماغه ديريكت للبحار والغابة تما، الشيء فين تمشي دماغه. ولكن المهدية راها واحد الأثر تاريخي يعود لقرون بعيدة جدا بعيدة جدا، تتمشي للفينيقيين وأقبل الفينيقيين. هذيك القلعة أو القصبة، القلعة ديال المهدية اللي عليها تسمت المهدية كمهدية في قنيطرة، مشهورة في المغرب كوجهة سياحية. كوثر زياد، يلا تقربنا من المهدية. هي معلمة تاريخية ضرب جذورها في أطناب التاريخ، ومورود تمين كيسلط الضوء على جزء من تاريخ الرقعة الجغرافية اللي احتضنتها. كتعتبر قصبة المهدية موقع تاريخي كتعود الجذور ديالو التاريخية لعهود قديمة، وكيتوافق علماء التاريخ على أن الفينيقيين كانوا من أوائل الشعوب اللي وصلت المصب نهر سابو. وبحسب ما جعل لسان العديد من الباحثين في رحلة الأمير القرطاجي حانون في القرن الخامس قبل الميلاد، اللي قال من بعد إبحارنا انطلاقاً من أعمدة هرقل أي طنجة حالية لمدة يومين، أسسنا مدينة عند مصب النهر وسميناها تيماتيريون قبل ما تحول أحد المواقع التجارية للقرطاجيين. وفي عهد الاحتلال الروماني تم التخلي على هذا الاسم وتسمات بسوبور نسبة لسابو، لكن خلال الفتح الإسلامي صبحات كتحمل اسم المعمورة. كيقولوا بعض الباحثين أن المصادر التاريخية المغربية ما شارتش لوجود أي تجمع عند مصب سابو، لكن انطلاقا من سنة 1154 ميلادية غيتذكر اسم المعمورة عند الجغرافية الشريفة الإدريسي في مؤلف نزهة المشتاق وصفها بالعامرة الزاهرة، ثم تردد اسمها في عدد من المصادر وتذكرات باسم حلقة المعمورة وحلق سابو ومرسى المعمورة. واكتسات قصبة المهدية أهمية قصوى في عهد المرابطين كمرسى للسفن في اتجاه الأندلس، قبل ما تحول من بعد القاعدة عسكرية في عهد الموحدين وورش البناء السفن، بحيث كانت كتنطلق منها الحملات الجهادية لفتح الأندلس. الموقع الجغرافي المتميز للقصبة خلاها محط أطماع القوى الاستعمارية والعديد من الاحتلالات الأجنبية، بدءا بالاحتلال البرتغالي للسامر لمدة 46 يوم فقط من 23 يونيو إلى 10 أغسطس
1515 ميلادية، وهذا بفضل مقاومة المغاربة لعجلات بهزيمة الجيوش الغازية قبل ما تحول ملجأ لبعض القراصنة الأوروبيين المغامرين، خاصة من إنجلترا وهولندا، وسعت الكثير من الدول ربط علاقات معها لحماية أساطيلها التجارية. ودام هذا التجمع القرصاني لحدود 1614 ميلادية. من بعدها استولى الاستعمار الإسباني على المعمورة وطلقوا عليها اسم القديس ميشيل لما وراء البحار. وعلى الرغم من المقاومة المغربية اللي فرضت الحصار البري على قصبة المعمورة أو المهدية ومنعات الغزاة الإسبان من التوسع لما وراء أسوارها، فهذا الاحتلال استمر حتى لسنة 1681. من بعدها تمكن السلطان مولاي إسماعيل من طردهم وطلق عليها اسم المهدية بسبب الغنائم اللي تخلى عليها الاستعمار الإسباني وبسبب سهولة وسرعة الانتصار على المحتل، وجعلها السلطان قصبة مخزنية ودمجها ضمن بقية القصبات المخزنية أخرى بغرة تأمين سلامة الطريق الرابطة بين فاس ومكناس ومراكش عبر الرباط. كما أمر السلطان مولى إسماعيل بتوسيع عمرانها وتم تشييد دار المخزن وقصر القايد وعدة مرافق عمومية كالمسجد والمدرسة والحمامات والباب الجديد المطل على غابة المعمورة. كما تم بناء الإسطبلات ومخازي المؤونة، وقع الاهتمام أيضا بالهندسة الدفاعية للقصبة بحيث نشأ مواقع محصنة للمدافع في اتجاه البحر. كما أقيمت حامية عسكرية بالمهدية لحماية القوافل التجارية المارة بالمنطقة. إلا أنه انطلاقاً من سنة 1795 تم إغلاق ميناء المهدية من بعد انتهاج السلطان سليمان لسياسة الانغلاق والاحتراز إزاء القوى الأوروبية. وفي سنة 1911 نزلت القوات الفرنسية بشاطئ المهدية في إطار الحملة الفرنسية بقيادة الجنرال موانيه، بحيث كان الهدف ديالها الوصول للعاصمة فاس باعتبار أن المهدية تعد أقرب ميناء لها. وبهكذا تحولت القصبة المخزنية لقاعدة عسكرية من بعد ترحيل الساكنة ديالها، فتم خلق مختلف المصالح الإدارية والعسكرية اللي كيحتاجها الغزو العسكري. وانطلاقا من سنة 1912 غيتم إنشاء ميناء القنيطرة، فغادرت القوات الاستعمارية القصبة وتحولت هذه الأخيرة الأطلال من بعد ما تعرضت مبانيها لأضرار بليغة. وفي نوفمبر من سنة 1942 اكتشفت قوات الحلفاء الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، فعرفت نزول القوات الأمريكية في إطار عملية تورش الهادفة لبناء قوات الحلفاء انطلاقا من المغرب، وتم تدمير الكثير من المعالم التاريخية للقصبة بسبب المعارك الطاحنة اللي دارت أمامها بين القوات الفرنسية الموالية للألمان والقوات الأمريكية. والشاهد على هذا الأمر هو قبر الجندي المجهول اللي كيتواجد عند مدخل الطريق المؤدي للقصبة. رائع وجميل جدا. وانا تنشوف التقرير ديال كوثر زياد يحز في النفس بعض الامور ملي تشوف قصبات ضاربه في التاريخ. واش تعرفوا ما معنى قصبه؟ يعود تاريخها الى الفينيقيين والقرطاجيين. واش عرفتوا فين تنتكلموا؟ هذا التاريخ القوي للمغرب راه 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 را را شوكه في حلق الاعداء، راه شوكة، راه حكام الجزائر. نعود نقولها مرة ثانية رغم أن مساء الخير يا مغرب واحد البرنامج ماشي في هذا الثقل كامل، ولكن ماشي بأس، القضايا وطنية. راه من بين الأشياء اللي واقفة شوكة في حلق حكام الجزائر، وأتحدث عن حكام الجزائر خاصة عسكر الجزائر، التاريخ ديال المغرب ملي تنتكلموا على 13 12 قرن ديال الحضارات اللي كاينه في المغرب، ملي تنتكلموا على سجل ماسا في أرفود ما يقارب 1300 سنة على إنشائها، ملي تنتكلموا على فاس ما يزيد على 1200 سنة على إنشائها، ملي تنتكلموا على 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 قلعة بحال هذه اللي كاينه في المهدية في قنيطرة من عهد الفينيقيين والقرطاجيين، راه تتحدثوا على تاريخ صحيح اللي تحسدون عليه الكثير من الناس. فما تنعرفش علاش مثل هذه الوثائق التاريخية تتلقى مهملة بهذه الطريقة، ما عارفش علاش. تنتمنى وزارة الثقافة تحمل مسؤوليتها أمام كل مآثر ثقافية، لأن بمثابة وثائق ثقافية تاريخية. تنتمنى من الوزارة تحمل مسؤوليتها، وتنتمنى من أي غيور في هذه البلاد أنه يتحمل مسؤوليته تجاه هذه المعالم الأثرية، لأن الهوية المغربية، التاريخ المغربي هو هوية المغرب، التاريخ المغربي هو هوية المغرب. ودول راه ما عندهاش تاريخ، ما عندهاش تاريخ، لأن للأسف الشديد يلا بدات البارح
فبالتالي هذه هويتنا تتأكد قيمتنا، تاريخنا يؤكد قيمتنا، فعافاكم تهلاو في المآثر التاريخية، ما تخليوهاش مسكا للكلاب الضالة رجاء. كل واحد يتحمل مسؤوليته من موقعه. مزيان، غادي نمشيو موضوع ثالث. الموضوع الثالث اللي اخترنا لكم واحد تكنولوجيا مهمة جدا، وهي اللي تترسم الآن معالم المستقبل. واش تعرفوا حسب ما من اللي طالعنا على هالتكنولوجيا ديال النانو، قرينا بأنه الإنسان سيصل لدرجات في هذه التكنولوجيا ديال النانو ما لا يصدقه العقل. هناك من تحدث على 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 نوع من التحكم في الجينات مستقبلا. أما بالنسبة للشق الطبي مداواة الأمراض المستعصية بحال السرطان، غدا ولا بعد غدا مع تقنية النانو غادي يولي السرطان تدوى في 20 دقيقة نص ساعة. الآن الجهود جبارة من أجل تطوير هذه التكنولوجيا، واخترنا لكم في لها كعنوان التكنولوجيا أو تكنولوجيا النانو نحو عالم لا يصدق. وثقوا بي من اللي تنقول لكم بأن تكنولوجيا النانو نحو عالم لا يصدق، شي حاجة خيالية. كاع داكشي اللي كنا تنشوفوا في الأفلام ديال الساينس فيكسيون، هاد تكنولوجيا النانو ربما غادي تدي العالم لهاد الأمور اللي تنعتبروها فقط خيال علمي. وجي مريم تقربنا من تكنولوجيا النانو. دخلت الحضارة الإنسانية في طور جديد منذ بداية التسعينيات، دخلت عصر تكنولوجيا النانو. كان شعار هذه التكنولوجيا هو صناعة مواد تقاس أحجامها بالنانومتر، لها خصائص عجيبة وآلات متناهية الصغر تتمتع بقدرات مذهلة. الاهتمام بمجال تكنولوجيا النانو زاد خاصة مع اكتشاف الباحث الهولندي والروسي الأصل أندري جيم مادة الجرافين عام 2004، وحاز بذلك على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010. وأصبح اليوم مجال علوم وتكنولوجيا النانو أحد أهم المجالات العلمية التي تتسابق الدول المتقدمة، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والصين في نشر المقالات العلمية وتسجيل براءات الاختراع. النانو تكنولوجي أو تكنولوجيا النانو شملت جل الحقول العلمية كالطب والإلكترونيك والميكانيك والبيولوجيا والذكاء الصناعي وغيرها. في المجال الطبي تمكن العلماء من صنع آلة دقيقة في حجم كرات الدم يمكنها معالجة العديد من الأمراض التي تستدعي عمليات جراحية كإزالة الأورام أو الانسدادات داخل الشرايين. كما يعمل العلماء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا على صنع آلات دقيقة لحقنها داخل أجسام رواد الفضاء، وذلك لمراقبة الحالة الصحية للجسم والتعامل مبكرا مع الأمراض التي قد تصيبهم دون الحاجة إلى طبيب. في مجال الطاقة تعكف العديد من فرق البحث في مناطق مختلفة من العالم على ابتكار أجهزة لتخزين الطاقة بصفة عامة. ستساعد تكنولوجيا النانو على إنتاج بطاريات تخزن كميات كبيرة من الطاقة لفترات طويلة، وهو ما يساهم في إنتاج سيارات تعمل بطاقة نظيفة وبكلفة أقل، كما ستخفض الاعتماد على الطاقات الأحفورية المعتمدة حاليا. ظهرت في السنوات الأخيرة تطبيقات عديدة أخرى لتكنولوجيا النانو، من ذلك الملابس الذكية القادرة على إنتاج الطاقة أو إزالة الأوساخ والميكروبات ذاتيا، وزجاج طارد للأتربة وغير موصل للحرارة، وصناعة مواد ذات صلابة تفوق الفولاذ مع خفة وزنها. كما تم ابتكار شاشات مجسمة ثلاثية الأبعاد شفافة وقابلة للطي. كما تم أيضا تطوير تقنية إنترنت الأشياء التي يمكن بواسطتها الاتصال عن بعد بالتجهيزات والأدوات كمفاتيح السيارة وآلة الغسيل والثلاجة وغيرها. ستشهد السنوات القادمة انتشار عملية زرع شرائح وأجهزة إلكترونية نانوية لتعويض أجزاء تالفة من أعضاء الجسم البشري كشبكية العين واليدين والجلد وغيرها. في غمرة الانتشار المتسارع لهذه التكنولوجيا، بدأت تظهر خلال السنوات القليلة الماضية دراسات طبية تؤكد خطورة المواد المصنعة باستعمال الأنابيب النانوية الكربونية على الصحة. التحذيرات لن توقف قطار العصر الجديد عصر تكنولوجيا النانو، فبعد تحوله إلى السرعة القصوى من المتوقع حسب الدراسات المستقبلية أن تبلغ هذه التكنولوجيا ذروتها في الاستغلال في حدود العام 2030. أما المخاطر الطبية فقد تجد تكنولوجيا النانو حل لها في وقت لاحق.
شي كثرة ما هو مشوق والعلم هو وتخلع في نفس الوقت صراحة تخلع يعني تخيل معي أن مستقبلا إذا تطور العلم ومشاو في هذه المسعى ديال التكنولوجيا النانو أن مستقبلا الأجزاء التالفة عندك في الجسم ديالك غادي تعوض بهذه التقنية ديال النانو يعني ممكن مستقبلا يكون الإنسان معدل في تركيبته الفيزيولوجية ممكن يكون نصه من هاد الشرائح ديال النانو نصه بنادم ونصه من هاد الشرائح ديال النانو اش جاي مستقبلا الله اعلم ودارت محاوله على شلل شخص مقعد ودارت محاوله على انه يتم التداوي ديالو بهاد التقنيه ديال النانو ولكن ما تعطاش فيها معلومات بزاف وما عرفتش بغاوها سريه ولا هذا ما عرفتش لان علاش لان علاش انا ترجح السريه ترجح انه علاش ما تعطاش معطيات كثيره في هذه التجربه اللي دارت وترجح السريه لماذا لانه كاين معارضين في العالم كاين معارضين للعلم راه كاينين الناس نشيطين في معارضه العلم اللي توصل انه الانسان تجرده من الانسانيه ديالو والوجود البشري ديالو كاين الناس يخرجوا تيديروا وقفات احتجاجيه كاين منظمات كاين جمعيات في العالم منتشره اللي هما ضد التقدم التكنولوجي من اللي تجرد الانسان من الانسانيه ديالو ومن الوجود البشري ديالو بحال مثلا هاد تقنيه النانو ملي تمشي لهذا البعد هذا راه ناس يخرجوا تعارضوها فلذلك ربما بعض الابحاث تدار بشكل سري لاشياء كثيره منها هذا الامر هذا ديال مخافه المعارضه الشديده لأن صعب أنك تصور مستقبلا أن يكون الإنسان إنسان نص بنادم نص ما عرفت شرائح نانو مهم على أي هالشي تخلع وهالشي زوين وتخلع والله يصعب مهم أن نحافظ على الإنسانية هذا هو الأهم مهما كان التقدم العلمي أن نحافظ على إنسانيتنا اللي خلقنا الله عليها أن نحافظ على كينونتنا البشرية هذا هو الأهم وكينونتنا البشرية وإنسانتنا فيها الحب وفيها الصدق وفيها التعاطف وفيها تضامن وفيها بزاف ديال الأمور يلا داكشي اللي كنا تنشوفو غرين دايزار واش ممكن يولي غدا ولا شي ديال ايرون مان وهادشي اللي تنشوفو دابا سبايدر مان واش ممكن يكون ننتظر يلا سير الله يصوب بعد الفاصل نواصلو معكم وغادي نمشيو لفقرة الحدث فقرة الحدث غادي نتكلمو على البيتكوين عملة رقمية غادة وتتنتشر حتى في المغرب كاين اهتمام بهذا البيتكوين بعد الفاصل نعرفوا شنو كاين كل شيء تيقلب على الراحة والأمان وأنا لقيتهم عند أريزونا بارك شقق أوستاندينغ في كارتي فيكتوريا في قلب بوسكورا الهدوء التام والمنظر يا سلام صالون كبير كيوفر ليا والضيوف ديالي الراحة الكاملة تصميم الكوزينة بطريقة عصرية باش تكوني مرتاحة والحمام بأجمل فصالة أما بيت الدراري كبير ومتسع شقق أريزونا بارك من 90 حتى 140 متر ابتداء من 9000 درهم المتر كاري للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم 080-200-0010 أو زوروا موقعنا www.arizona.ma أريزونا بارك إلى سديت بابي يبقى بالي مرتاح حتى في غيابي تلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق في المرحلة الأولى تلقيح غادي يبدأ بالصفوف الأمامية الناس ديال الصحة والناس اللي كيسهروا على الأمن والناس ديال التعليم وحتى الناس اللي العمر ديالهم من 75 عام للفوق ومن بعد غادي يشمل التلقيح إن شاء الله
لجميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات. من بعد ما تديروا الجرعة الأولى، الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هادشي علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة: الكمامة، النظافة، والتباعد. هادشي راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا لتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعه يمكن نقولوا بلي حققنا المناعه الجماعيه. وإلا وصلنا لهاد المرحله غادي نحققوا السلامه والصحه لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العاديه. الحمله الوطنيه للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. التعامل مع سميرة سعيد رائع، هذيك رائع. ما تغنيش هذاك الشيء اللي انت في راسك، غني داك الشيء اللي هو كوميرسيال. نشكي حالي. اكتشفت ان الناس متعطشه يا اخي جدا. شنو الحاجه اللي كتميز داك ليكيليبغ ما بين التحربين والانوثه؟ بين قوسين احنا كنعرفوا بعض الناس في المغاربه ما عندهمش النفس الطويل. والخوف بعينيها. الامل ديالي هو اللي كان خصني بغيت نقرا، وكنت كنحلم نكون شي حاجه في مجتمعنا. بنادم اللي يقول لك انا كنخدم في القضيه الاوليه بعد منه، حيث هو باغي يخدم معك، ما باغيش يحسب داك البروجي بحال ولده. توك بالمغربي الموسم الثالث مع رشيد الادريسي، الخميس ابتداء من 9:30 مساء على القناه الفضائيه شادا تي في. رجاء نواصل معكم مشاهدينا الكرام. مساء الخير يا مغرب، مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تي في. قبل ما نديروا الفاصل تكلمنا على تكنولوجيا النانو، وشفنا كيفاش أن هاد التكنولوجيا غادي تكون هي مستقبل البشرية. وملي تنقول مستقبل البشرية يعني غادي تكون أمور اللي اليوم تنشوفوها سيونس فيكسون، تنشوفوها عالم الخيال ما يمكنش نوصل ليه، ولكن الناس خدامين في مقراتهم من أجل أن مستقبل العالم يكون هو مستقبل النانو. جزيئات بسيطة صغيرة أصغر بكثير من الذرة اللي غادي تبدأ تدير تكوين العلمي لكل الموجودات في الأرض حتى البشر. غدا ولا بعد غدا مع تكنولوجيا النانو ممكن نلقاو الإنسان نص شرائح نانو ونص لحم ودم وأعصاب. ممكن داكشي اللي تنشوفه في الأفلام راه غادي يتحقق مستقبلا، امتى الله اعلم، ولكن هما راه خدامين هما رايحين. الشاب تكنولوجيا اخرى هذه المره رقميه، وممكن هذه ممكن بزاف اننا ما يبقاوش الفلوس، ما تبقاش دير يدك في جيبك وتجبد الفلوس كاش. ممكن مع الكارت غيشي هي الامور غادي تتمشي، ولكن مع العمله الرقميه ممكن كل شيء يمشي وغادي يولي فقط التعامل الرقمي. اليوم تنظن عرفتوني علاش باين نتكلم على البيتكوين كعملة رقمية بدأت تكتسح السوق المالية في العالم. هناك من يحذر منها، هناك من يشجع عليها. احنا نعرفوا المغرب اشنو خصو يدير مع البيتكوين. فقرة الحدث مع ضيفنا بعد قليل. ضيفنا هو زهير الخديسي، نائب رئيس تجمع المغرب الرقمي. نرحب به بداية، ونمشيو ونشوفوا التقرير ديال يوسف التبابي حول هذه العملة الرقمية البيتكوين. السلام عليكم سي زهير. وعليكم السلام سي حسين، شكرا جزيلا على الاستضافة، وسمحوا لي راه عندي واحد نزلة البرد دونك
الله قبل مني هذا الصوت هذا. الله يشافيك زهير، الله يشافيك ويعافيك. سي زهير بقى معنا، غادي نشوفوا واحد التقرير ديال يوسف التبابي باش يحطنا في الإطار ديال هذا البيتكوين كعملة رقمية تزحف ببطء وثبات. تقرير. في زمن اكتسحت فيه العمولات المشفرة عالم التعاملات المالية وتماشيا مع متطلبات السوق، ارتأى بنك المغرب وللحد من مخاطر العمولات المشفرة التوجه نحو رقمنة العمولات الكلاسيكية. هذه الخطوة تم تجسيد لبنتها الأولى بإحداث لجنة خاصة بدراسة الآثار الاقتصادية والعواقب المستقبلية لأحداث العملة الرقمية التي ينتجها البنك المركزي، والتي من المحتمل أن تشكل بديلاً عملياً للنقود التقليدية، وأيضاً للحد من سطوة البيع والشراء بالعملات المشفرة مثل البيتكوين والتي تشكل خطراً محدقاً بالاقتصاد العالمي. ويقصد بالعملة الرقمية للبنك المركزي الشكل الرقمي للنقود، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حالياً، ويتم التفكير في هذا الاتجاه على نطاق واسع عالمياً كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عدة. وتفكر عدد من البنوك المركزية عبر العالم في هذا النهج لمسايرة تراجع استعمال النقد، لكن الدافع الرئيسي هو التخوف من فقدان السيطرة على أنظمة الدفع والنقد إذا ما استمر اعتماد العملات الخاصة مثل البيتكوين على نطاق واسع. ويأتي تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب بعدما سبق التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل في عملة البيتكوين في المملكة، إذ اعتبرت السلطات أنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة. وتشير المعطيات إلى أن هناك تغيراً كبيراً في نظام النقد العالمي، وهو ما يفرض على الدول التحرك للتكيف مع هذا المتغير، حتى تظل محتفظة بحقها في إصدار عملاتها الوطنية وتضمن الحفاظ على الأسواق من الفقاعات المالية والأزمات الاقتصادية، وتحافظ على أمنها الوطنية بقطع السبل على الحركات الإجرامية والإرهابية لمنعها من استخدام أي ثغرات في النظام المالي لتمويل أعمال تخريبية. يوسف قربنا أكثر من ماشي من البيتكوين كعملة رقمية، ولكن من المخاطر وسلبيات هذه العملة الرقمية، لأنك ما تتعرفش مع من تتعامل وفلوسك فين تتمشي إلى آخره. راه ممكن العملات الرقمية ممكن تمول بها جماعات إرهابية، جماعات تتبع المخدرات إلى آخره إلى آخره، لأن أنت ما تتعرفش، ما عارفش فين تمشي فلوسك، ما عارفش لمن تتعطي فلوسك إلى آخره. مهم هادشي غادي نعرفه مع زهير الخديسي نائب رئيس تجمع المغرب الرقمي ومستثمر في العالم الرقمي كذلك. سي زهير، إلا بغينا واحد تعريف بسيط للمشاهد المغربي، هاد البيتكوين شنو هي بالضبط؟ الوغ انا غنحاول ما امكن انني نقرب للمصطلحات. العمله بعدا اساسا شنو هي؟ العمله هي واحد الاداه ديال التعامل اللي خلقتها الدول في واحد الوقت، كانت في الاساس هي عقد الدين. يعني الدوله كتخزن عندها واحد القدر ديال المحاصيل الفلاحيه، وكتعطيك بالمقابل واحد العقد بان راك كتسالها واحد القدر. هذا منشأ العمولات. كيف كان الى الناس اللي كيعرفوا حكايه سيدنا يوسف، راه الحكايه ديال الاخوان ديال يوسف كانوا كيمشيو عنده، كانت نفس الحكايه. يعني صح. كانوا كيمشيو يخزنوا واحد القدر ديال المحاصيل الزراعيه مقابل واحد النقد اللي غيسمح لهم انهم يمشيو لمسائل واحده اخرى. دونك هذه دابا مفهوم العمله. العمله الرقميه، هنا غنفرق بين العمله الرقميه والعمله المشفره. العمله الرقميه هي اي عمله اللي ما عندهاش وجود يعني مادي. يعني عمله موجوده في واحد يعني خادم آلي اللي كيعطي واحد المعلومات على واحد القدر ديال هذيك العمله اللي كتساوي هذيك العمله. العملات المشفره اللي منها البيتكوين هي عملات اللي مبنيه على نظام لا مركزي،
بمعنى انها مبنيه على واحد المنطق ديال التشفير اللي كيجعل ان ماشي كاينه بنك مركزي او هيئه مركزيه اللي كتصدر هذه العمله، ولكن مجموعه من الناس اللي عن طريق عمليه اشتغال الخوادم ديالهم والحواسيب ديالهم كيخلقوا هاد العمله المشفره. دونك هذا غير باش تفرق، العمله المشفره عندها خاصيات هي انها لا مركزيه، يعني ما مبنياش على واحد التمركز ديال انه واحد الهيئه او بنك مركزي او هذا هو اللي كيصدرها. وعندها واحد الجانب اللي ربما ذكرتي الخطوره ديالو او ذكر الخطوره ديالو السي يوسف، هو انه صعيب باش ترصد او غير ممكن انك ترصد شكون اللي خلص شكون او شنو الاموال المصدر ديالها. نعم واخا الفرق بين هاد النقط. نعم سي زهير، غادي نمشيو نفصلوا اكثر شويه في الايجابيات وفي السلبيات ديال العمله الرقميه او العمله المشفره. البنك المغرب تا هو ما بقاش كما تنقولوا في الاوت ديال هاد العمله ديال البيتكوين، ودار واحد اللجنه اللي غادي تدرس هاد العمله ديال البيتكوين ومدى تاثيرها على الاقتصاد الوطني، على العمله الوطنيه، وحتى الايجابيات اللي ممكن تكون فيها. فما تيبانش لك هذا تحول مفاجئ بالنسبه للسلطات الماليه في المغرب بخصوص البيتكوين؟ هو تحول بالفعل، كان واحد القرار في 2017 اللي كان فيه تحذير ديال مجموعه من السلطات الماليه بينها وزاره الاقتصاد والماليه وبينها بنك المغرب من التعامل بالعملات المشفره. من بعد هذا الشيء وصلنا لواحد المرحله اللي اكتشفنا ربما كدوله كمسؤولين اكتشفوا الناس ان هذه العملات الرقميه ماشي وهي كتطور. وشفنا بان البيتكوين كمثال القيمه ديالو الماليه طلعت بشكل كبير في الاسواق، ان باي بال اللي هو واحد من الناس اللي كيديروا الحافظات الرقميه ولا كيستعمل البيتكوين او اعلن على بدايه استعمال البيتكوين ابتداء من شهر اكتوبر في العام الماضي. فالمساله ولات مساله امر واقع. كاين دول واحده اخرى قبل من المغرب بحال الصين بحال السويد اللي مشاو في هذا الاطار ابتداء من 2017. الصين بدات الفكره ديال اصدار عمله رقميه في 2017 والسويد هي تقريبا في نفس الحدود. هاد الدول عندها واحد الميزه خاصه، هو ان اغلب المعاملات الماليه اللي كاينين دابا في الصين ولا في السويد اكثر من 80% ديالهم ما كيداروش بالنقود، كيداروا بوسائل بحال ويتشات اللي هو التطبيق ديال الخلاص، علي باي او سويش بالنسبه لك الحاله ديال السويد. فالفكره هو ان هاد الدول هادو قالوا بانه في جميع الاحوال الاغلب ديال المعاملات كيداروا بدون نقود، فغنجيو نوقفوا التعامل بالنقود. إذا بحال دابا السويد كتستمر ابتداء من 2023 غيوقفوا التعامل بالنقود، وغتبقى هاد العملة غتكون غير في التطبيق اللي غيسمح لنا. الوغ المغرب باش نكونوا واضحين، اللجنة اللي قام بها اللي دارها بنك المغرب هي لجنة كتدرس ما يسمى بالعملة الرقمية اللي كينتجها البنك المركزي. اختصارا كتسمى CBDC، دونك اللي هي سنترال بانك ديجيتال كرنسي، يعني العمله الرقميه من البنك المركزي. فهي ما مبنياش على نفس الطريقه ديال الاشتغال ديال البيتكوين، مبنياش على البلوك تشين، ولكن الفكره هو نفس الشيء، يعني انها غتولي عمله رقميه اللي في هذه الحاله غيكون صدرها البنك المركزي كهيئه الى بغينا نقولوا ذات ثقه او فيها ثقه ديال المواطنين، واللي غتسمح للمواطنين انهم يتعاملوا بمنطق رقمي. هذا الشيء بدا من هذه سنوات من منطلق انه ولا الموبايل بيمنتس، يعني الاداء عن طريق الموبايل، ولاو شركات شركه اتصالات وابناك تلقوا الخدمات ديالهم ديال الخدمات عبر الموبايل. فهذا الشيء كيسهل مرور لمرحله العمله الرقميه. نعم قول لي سي زهير، هنا ملي تنتكلموا دابا الان اللي تلاحظوا بانه هو العالم كله ماشي فقط المغرب، العالم كله غادي نحو هاد العملة الرقمية، سواء تكلمنا على البيتكوين ولا أي عملة أخرى. هنا واحد السؤال تطرح نفسه، تنعرفوا بأن مثلا في كل دولة عندها سيادة، عندها السيادة السيادة السياسية، عندها السيادة الدبلوماسية، عندها السيادة الحدودية الجغرافية، عندها إلى آخره، وكاين السيادة المالية، كل دولة عندها سيادة مالية. المغرب عنده سيادة مالية في الدرهم ديالو، واش ما يمكنش نتكلموا على ان السياده الماليه ديال الدول غادي تضيع مع العمله الرقميه؟
هو الحقيقة هو أن جزء من السيادة أولا ما كيكونش 100% وغي كيبدأ العملة كتعوم على مستوى السوق العالمي، ما كيبقاش البنك المركزي عنده إلا بغينا نقوله ضبط قيمة العملة على مستوى السوق العالمي. نعم. شفنا في دول واحدة أخرى اللي وقع فيها المسألة هذه أن قيمة العملة هبطت بشكل كبير. المشكل دابا اللي واقع هو أنا غنرجع للنقطة الأساسية اللي هي أن العملة شنو هي؟ العملة هي ثقة، هي ناس كيقولوا بأن هاد الفلوس كيصور قدا وقتا. فهمتي هاد القيمة راه كتغير مع مرور الزمن. حشنا بحال في مصر كمثال أنه الساعة اللي كان وقع التعويم أن بزاف الناس بقاوش كيتيقوا بالجنيه ومشاو كيشريو عملات اجنبيه باش يمكن لهم انهم يحافظوا على القيمه ديال الفلوس ديالهم. اذا هاد المساله هذه ديال السياده بعدا راه جزء منها كيضاع، غير كدير التعويم او كدير ان طو دو شونج فاريابل ولا ليبر. دونك هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو ان خصنا نعرفوا هادشي فوقاش بدا. هادشي بدا، هاد العملات المشفره بداو مباشره بعد الازمه العالميه ديال 2008. فهاد الازمه شنو وقع؟ وقع انه ما بقاتش ثقه في البنوك المركزيه للحفاظ على الممتلكات ديال الناس. يعني كاين الناس اللي كان عندهم حسابات في بنك ليمان برادرز اللي كان دار فايد وتوقف عن العمل، وهاد الناس هادو كان عندهم اموال وكان الناس اللي استمروا في واحد المكان كيسمى داك ساعات لي جونك بانس ولا هذا، فاستمروا في واحد الى بغينا نقولوا واحد المسائل اللي تثبت بان ما عندهاش قيمه. فعدم الثقه اللي تخلق بعد هذه الازمه العالميه جعل انه الناس ولا عندهم تخوف، يعني والتخوف منطقي، لان دابا حنا كنعرفوا بان الامريكان راه كتطبع الدولار، يعني كتحتاج كتطبع الدولار بدون الى بغينا نقولوا رادع او بدون الرجوع الى شحال. هذه كان واحد المساله كتسمى يعني ان الدولار كان مقابل عنده بالذهب حد 1970 1973، من بعد ما بقاش هذا المقابل ديال الذهب. اذا الدولار الى قررت الاداره الامريكيه انها تطبع الدولار ملايير الدولارات يقدروا يطبعوها، فالقيمه ديال العمله كطرح مشكل. وهنا غير باش نوضح واحد النقطه ربما ماشي تقنيه ولكن على المستوى الاقتصادي، كاينه واحد المدرسه معروفه بالمدرسه النمساويه في الاقتصاد اللي كترفض هذا المنطق ديال ان العمله خص يسيرها واحد الجهاز مركزي. لان تسييرها من جهاز مركزي كيجعل اولا ان كاين بزاف ديال الوسطاء، بحال دابا غير كدير واحد الاداء بالبلاكارت ديالك للبنكه، كاين فيزا كتاخذ واحد فيزا او ماستر كارد الى اخره كياخذ واحد النسبه، كاين البنك كياخذ واحد النسبه، كاين الجهاز ديال الدوله اللي عنده تكلف بالتجاره الالكترونيه كياخذ واحد النسبه. فهاد لي زانترميدي واش عند هاد الوسطاء واش عندهم دور؟ واش عندهم قيمه ماليه؟ ما عندهمش قيمه ماليه. وربما وجود هاد الوسطاء كيجعل انه هذيك القيمه كتبقى قيمه افتراضيه. والدليل على ذلك هو انه كل 10 سنين كنلاحظوا بانه كيوقع واحد النوع ديال الانكسار الاقتصادي اللي كيجعل عندك قيمه العمله اللي كانت كتبان بانها طالعه، ماشي العمله، جميع اللي كيتسموا لي زاكتيف ايكونوميك يعني جميع الممتلكات الاقتصاديه كطيح القيمه ديالهم. فانا متفق معك انه كاين هذا الجانب ديال التخوف ديال السياده، يعني مساله مطروحه. ولهذا انا بالنسبه لي ان نكونوا استباقيين وندرسوا المساله، نحاولوا اننا ندرسوا الامكانيه ديال اننا نطلقوا عمله رقميه، هي مساله ايجابيه. يعني عوض ان تفرض علينا غدا على الاقل كنكونوا حنا عندنا واحد النوع من السيطره. هذا الشيء دارت كمثال الصين، غير تلقات فيسبوك العمله ديال الليبرا ديالها هي عمله هي رقميه مشفره، قررت انها من باب السياده ديالها انها اذا هو من الايجابي ان المغرب ماشي مشكل يطلق عمله رقميه، ولكن عمله رقميه ديالنا ديال المغرب بالفعل اللي حنا تكون ديالنا ومرتبطه بالمغرب، ماشي مثلا البيتكوين تولي هي اللي تحكم لنا في السيوله او في التعامل المالي في المغرب. انا كنظن هذه مساله ايجابيه. اللي خصنا نركزوا عليه هو ان المشكل البيتكوين، لان هذا مشكل اللي ربما هو اللي كيأرق المسؤولين في جميع البلدان. المشكل البيتكوين كاين جوج المشاكل الاساسيه. البيتكوين عنده اشكاليه اللي هي ان ما بقاش فقط عمله ولا ممتلك اقتصادي، ان اكسيف ايكونوميك، وهذا الاكسيف كيتغير القيمه ديالو بشكل فجائي. العمله ماشي مفترض انها بين عشيه وضحاها، في الحالات الخاصه اللي هضرت عليهم ديال التعويم الى اخره، ان بين عشيه وضحاها دوز من 10000 ل 200000. صح.
اذا البيتكوين هادشي وقع في البيتكوين البيتكوين وقع وصل بين عشيه وضحاها وصل 200,000. انا نعطيكم مثال دابا البيتكوين هذه 3 ايام كان في 53,000 دولار دابا هبط ل 46,000 دولار هذه واحد 6 شهور كان في حدود 20,000 دولار. فهاد التغيرات كتجعل انه الانسان اللي غيحط فلوسه في البيتكوين باعتبارها عمله يقد بين عشيه وضحاها يخسر هذوك الاموال ديالو اللي حطهم او قد يربح. فهذا كيخلق مشكل للبنك المركزي والدوله. المشكل الثاني هو اللي ذكرتيه في الاول هو مشكل تتبع التعاملات الماليه. يعني غير كدير تعامل بالبيتكوين او باي عمله مشفره صعيب باش تعرف الفلوس منين جاوا فين داروا كيفاش طاو الى اخره. هو اصلا خصنا نعرفوا بان النهار اللي تخلقات البيتكوين كان المؤسس ديالها كان واحد السيد ما معرفينوش لحد الان شكون هو سميتو ساتوشي. هذا السيد هذا الساعه اللي دار العمله كانت الهدف هو تبادل الاموال بين الناس اللي كيلعبوا الجيمرز الناس اللي كيلعبوا في العاب الفيديو في الانترنت. ومن بعد تطورت المساله هذا السيد اللي كنقطة كيتمثل أكثر من مليون بيتكوين. يعني دابا إلا جينا في الوقت الحالي راه السيد عنده أكثر من 46 مليار دولار ديال 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 الفلوس اللي فماشي الفلوس ولكن البيتكوين مقابل الفلوس. فالقصد ديالك شنو هو أن هذا المشكل دابا اللي مطروح كيجعل أنه هذا رد الفعل أنا بالنسبة لي رد فعل استباقي إيجابي. وأنا كنقول بأن مزيان أن المغرب خرج من ذاك المنطق التخوف من التكنولوجيا. أوروبا عندها هذا المشكل هذا الدول الإفريقية عندها هذا المشكل ولكن لاحظ بأن الدول الآسيوية ما عندهاش هذا المشكل. يعني كتجي تكنولوجيا كيحاولوا أنهم يستعملوها كيشوفوا كيفاش يقدروا يخدموها بشكل إيجابي ومفيد. إذا جميل أن المغرب كان سباق والبنك المغرب دار هذه اللجنة هذه باش تتبع هذه العملة الرقمية وتعرف الإضافة اللي ممكن دير في سوق التداولات المالية ولا السلبية ديالها في سوق التداولات باش لا بغينا ندير احنا عملة رقمية وإلى شي حاجة نكونوا يعني حامين نفوسنا أكثر والسيادة المالية ديالنا. قول لي سي زهير قبل ما نختم معك إلا بغينا نتكلموا دابا على السلبيات. الايجابيات تنظر بانها معروفه الايجابيات ديال التعامل بالعمله الرقميه كما اشرتي ليها السي زوير. بغينا نعرفوا السلبيات شنو المخاطر ديال العمله الرقميه. ربما هما النقاط اللي ذكرتهم ولكن غير نزيد ناكد عليهم. النقطه الاولى هو ان دابا بزاف ديال المغاربه ولاو كيشريو ويبيعوا في هذا الشيء ديال البيتكوين. يعني كاين بزاف ديال الناس غير من التليفون ديالهم دخلوا التطبيقات كاين تطبيقات اللي كاينين في البلاي ستور او في ابل ستور اللي يمكن الانسان انه يشري ويبيع في البيتكوين او في عملات اخرى. المشكل هو ان هاد الناس هادو غدا الى مشاو لهم فلوسهم كاملين وهذا ممكن يوقع لان العمله كيف قلت راه وصلت ل 53 هبطت ل 46 غدا تقد تهبط ل 3000 ما عرفناش كيفاش غتطور. فهاد الناس الى ضاعوا لهم فلوسهم شكون اللي غيعوضهم؟ حتى واحد. ماهوش شي واحد هنا في المغرب لا يقدر يعوض حتى واحد. وهنا فين هذا مكمل الخطور. في نفس الوقت كاين جانب واحد اخر هو ان هاد الناس اللي عندهم هاد الملكيه ديال هاد البيتكوين كاين الناس اللي تغناو بشكل سريع وكاين بزاف ديال الناس اللي كيولاو كيظنوا ان هذه طريقه الاغتناء السريع. يعني بزاف ديال الناس ولاو كيقولوا بحال الشكل ديال داك اتباع داك الذهب للذهب اللي كان في الامريكان غير كانوا بان كي في كاليفورنيا. نفس الشيء اذا غنقدوا غدا يوليو عندنا واحد 300,000 واحد او 400,000 واحد او مليون واحد اللي غيولي كيمتلكوا هذه العملات وغيشكل خطر على الاقتصاد ديال البلاد. دونك هذا الجانب الاول. الجانب الثاني اللي هو خطير بزاف هو جانب هنا غنقدوا نناقشوا لان هو جانب ان هذه العملات ما يمكنلكش تتبعها. دونك الناس اللي يديروا تعاملات غير مشروعه مجال المخدرات مجالات الممنوعه مجال الارهاب الى اخره ما غاديش يمكن لك تعرف شكون اللي ترونسفير الفلوس شكون اللي صافط الفلوس لمن فوقاش غدا واحد المجموعه الارهابيه تمولات عن طريق البيتكوين شكون اللي مولها ما يمكنناش نعرفوا. فهذه مشاكل اللي كتشكل خطوره ولكن في المقابل ما نساوش بان هذه عاوتاني مساله ايجابيه لان هذه الخصوصيه اللي كتعطي هذه العملات المشفره كتجعل انه الانسان يقدر يدير اشياء اللي خاصه بلا ما تتبعوا بلا ما يكون. وهادشي اللي دابا واقع في الكاش دابا الاستعمال ديال الفلوس كاش كيجمع كيجعل انه الانسان غير متبوع. دابا بحال دابا في اوروبا كلشي كيتستعمل عن طريق لاكارت
فالإنسان أي حاجة دارها شراها ولا باعها ولا دارها معروف معروف صح. في الجانب ديال العملات المشفرة ما يمكنش الدولة مركزية أو الهيئة قانونية أو الهيئة أمنية أنها تعرف السيد شنو شرا شنو باع شنو دار بفلوسه إلى آخره. فهذا قد يكون جانب نشوفه منه جانب سلبي، وفي نفس الوقت نقدو نشوفه منه جانب إيجابي. في داك الشق السلبي كثير أنا تنظن بأنه لأن إلا بغينا مثلا غير إلا مشينا غير ما هو غير 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 قانوني على تبييض الأموال مثلا، تبييض الأموال غادي يكون سهل وبسيط جدا بالعملة الرقمية المشفرة. شوف تبييض الأموال كان ومازال غيكون بالعملة الرقمية ولا بلا غيرها، راكي الناس كيلقاو طرق لتبييض الأموال في المغرب بلا ما نمشيو بعيد. المغرب راه الناس كاين بزاف الناس في المجالات ديال الحشيش ولا المخدرات كيبيضوا الأموال عن طريق قهوي ولا ريستورون الى اخره. يعني كاين طرق كبيره اللي موجوده في تبييض الاموال. انا ما كنظنش بان العملات الرقميه غيزيدوا شي اضافه على هذا الشيء اللي واقع. زعما انا كنظن يمكن كاين هذا الجانب السلبي بالفعل، ربما الخطوره الاكبر يمكن تكون في الجانب ديال الارهاب. ولكن زعما ما كنظنش بان العمله الرقميه غتزيد شي اضافه، لان ما نساوش بان راه كاين لو دارك نت، كاين الويب الاسود اللي ديجا كيدير فيه بزاف ديال التعاملات. هاد ملي فتحتي هاد القوس ديال الويب الاسود دارك نت باش المشاهد الكريم يعرف، هاد الويب الاسود هو خطير جدا، هو ويب هو سوق مفتوحه على كل شيء الغير الشرعي الغير القانوني، كل شيء يتباع الى اخره، فالامر خطير جدا. هذا اصلا موضوع اللي غادي نناقشوه ان شاء الله مستقبلا السي زهير، نناقشوه لان خاص هنا باغي نسولك ملي فتحت هذا القوس ونختم معك السي زهير. ملي هضرتي على الويب الاسود او الدارك ويب، واش كاينه في المغرب كاينه شي حمايه لوليداتنا والشباب وشابات فانهم يدخلوا لهاد الدارك ويب او الويب الاسود؟ هو شوف كل صراحه ما كاين حتى شي حمايه وراء الامر خطير. لما كانش حمايه هو للاسف هذا هو الواقع. راه ربما داك الولد مسكين اللي كان توفى بسبب قتلو واحد الوحش في طنجة، كان كيلعب في دي جو سو انترنيت وتلاقى السيد الى اخره. ف هاد خصنا نعرفوا بان هاد لو دارك ويب كيقد الناس يدخلوا له عن طريق دي واحد لي زابليكاسيون اللي ربما الناس اللي هذا راه ماشي صعيبه ان الانسان يوصل لها. انا في نظري الاهم حاجه هي اننا نوعيو وليداتنا اننا وهذا كنظن ان مساله اللي اساسيه، كنظن بان الدوله واعيه بهذه المساله هذه. خص ضروري اننا يكون حملات توعيه ديال الاطفال ديال المراهقين باش يعرفوا الاخطار ديال بحال هادي بلاتفورم ديال الجيمين راه كيتستعملوا في الوقت الحالي في مسائل جنسيه، في مشاكل ديال تهريب الاموال، في مسائل ديال المخدرات الى اخره. الى الانسان خلى وليداته كيلعب بدون مراقبه وبدون بدون بدون حمايه، راه لا قدر الله يقد يقع في شي مشكل اللي صعب. فهاد المساله هذه انا كنظن بان خاصها كيف قلتي حلقه خاصه هاد هذا موضوع الانترنت الاسود او الويب الاسود دارك ويب. ان نديروا لي حلقه في اطار التوعيه والتحسيس ديال المشاهد الكريم، وضروري من حمايه من السلبيات وانعكاسات العالم الرقمي. هذا العالم الرقمي راه زوين، بسط علينا الحياه بزاف الامور دارها زوينه، ولكن عندكم راه العالم الرقمي ممكن انه يكون مفجع جدا وكارثي الى ما راقبناش وليداتنا فين تنافيغيو فين يدخلوا الى اخره. منها هذا الويب الاسود اللي فيه اشياء خطيره جدا، مرتبطه بالجنس، مرتبطه بالسلاح، مرتبطه بالمخدرات، مرتبطه باشياء خطيره جدا اللي وتنظن وقيلا السي زهير الناشطين فيه هما دوك لي هاكرز ولا جميع الانواع ديال الناس. دابا حتى فهادشي ديال البيتكوين اللي زعما لمعلومات راه كاين بزاف ديال الشباب، انا اتصلوا بيا بزاف ديال الشباب اللي مش حال هادي هما كيبيعوا وشريوا فهادشي وكيخدموا على يا على البيتكوين يا على لو فوركس، يعني السوق ديال العملات العاديه.
وكيدخلوا الفلوس وربما يعني يدخلوا في واحد الاطار بحال لعبه اللعبه ديال انه كيستمروا كيدخلوا شويه الفلوس اكثر. فانا مش كنقول بان هذا الشيء غير مقبول، يمكن كاين جزء منه اللي مقبول وقانوني ومزيان انه يدار وداخل في اطار ان الانسان يكون عنده واحد الا بغينا نقولوا واحد الاوتونومي او القدره على انه يدخل مصروف لراسه الى اخره، ولكن خص المراقبه، خص المراقبه بالاساس. وانا كيف قلنا هذا الشيء ديال البيتكوين، راه الانسان اللي ما كانش عنده علم ودرايه راه صعيب باش يتوقع واش هادشي غيزيد ولا غينقص. كاين كاين اموال طائله، كاين الناس اللي عندهم بحال دابا اغنى واحد في العالم اللي هو سميتو الملك ديال تيسلا اللي هو ايلون ماسك، راه دابا كيستثمر في الدوج كوين وفي البيتكوين، والسيد عنده 200 مليار ديال الدولار. يعني الا بغى يقرر انه العمله تطلع راه غيقرر انها تطلع، الا بغى يقرر انها تهبط راه يقرر انها تهبط، واش انا غتقدوا معاه؟ دونك الانسان الا ما كانش عنده معلومات وعنده واحد الفهم في المجال المالي وفي هذا المجال هذا، راه صعيب باش يتوقع. يعني كتولي بحال اللي كيقمر، باش نقولها بالدارجه، راه في التالي كيولي مساله قمار. كتحط الفلوس وكتقول يمكن غدا يطلعوا يمكن ما يطلعوش، ولا طلعوا غنبيع ولا ما طلعوش غن. فانا في نظري خصنا نتعلموا ونعلموا وليداتنا الكسب اللي مبني على اسس، اللي مبني على خلق قيمه، اللي مبني على عمل وعلى ولا 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 تفاني ولا انتاج. هذا لا يعني ان ما خصهاش يدار، ولكن انا كنقول ما خصوش يتمنع، وهذا مساله ايجابيه انه بنك المغرب قرر انه يمشي في هذا الاتجاه. هذا الشيء ما خصوش يتمنع، خصنا نحاولوا اننا نواكبوه، لان غدا نقدروا نلقاو راسنا بان ولادنا والشباب ديالنا كاملين كيستعملوا هذا الشيء وحنا ما عارفينش. جميل جميل جميل، ونقنعوه على قدر الامكان. جميل، هذا هو الكلام الصائب، انه ان المغرب ما بقاش في الاوت، ما بقاش في الهامش، انما واكب هذا البيتكوين، ودار لجنه بنك المغرب من اجل دراسه هذا البيتكوين ويشوفوا التاثيرات ديالها، عفوا التاثيرات ديالها الايجابيه والسلبيه على الاقتصاد الوطني، وتكون الامور دقيقه من خلال المعطيات اللي غادي تقدمها هذه اللجنه هذه، وعلى ضوء التقرير غادي تعرف شنو غادي يدار مستقبلا. جميل جدا. تعطلوش السي الحسين، نعم ما نتعطلوش فيه، صح. يعني اللجان اللي كيبقاو 3 سنين وخمس سنين راه ما خدامينش في المجال، ما نديروهمش مع الرقمي. مع الرقمي الرقمي ما فيش تسنى لجنه تقرير على 3 سنين ولا 4 سنين، الرقمي اليوم غدا تلقى حاجه اخرى. شكرا لك زهير الخديسي، شكرا شكرا، تحياتي تحياتي، شكرا جزيلا، والله يشافيك ويعافيك. شكرا جزيلا، الله يمسيكم بخير، وشكرا جزيلا على الشرف. شكرا شكرا، عافاك الله. زهير الخديسي نائب رئيس تجمع المغرب الرقمي، وكذلك مستثمر هو في الديجيتال. على اي خلاصة الكلام اللي فهمنا من عند زهير هو انه ماشي مشكل تكون معاملات رقمية مالية، راه ماشي مشكل، ولكن لابد ان تكون مقننة، ولابد انها تكون في واحد الاطار اللي يكون فيه الايجابية، وما يكونش فيه السرية، تكون واحد النوع ديال الوضوح باش عرف فلوسك فين تتمشي. راه تقدر فلوسك انت تستثمر فيها، وهي راه تتمشي تتمول جماعات إرهابية، بزاف ديال الأمور. فبالتالي عرف راسك شنو تدير، وماشي أي حاجة صافي بانت نمشي نقتحم ونبدا نتعامل فيها هكذا بشكل أعمى أبدا. وكما قال واحد كلمة مهمة زهير الخديسي، لابد أنك تكون تتفهم التعاملات المالية وفي الديجيتال باش دير هالتعامل المالي، باش ماشي غدا ولا بعد غدا تولي زيرو درهم أو زيرو بيتكوين. يلا، والمجتمع المغربي باقي أظن حتى العقلية والثقافة باقي، أنا منهم بعدا، أنا باقي بعيد عليا التعامل في الانترنت ونبيع ونشري في الانترنت ونشري من الانترنت، باقي شويه باقي ما مقتنعش بها بزاف من ناحيه الحمايه من ناحيه الوضوح والشفافيه الى اخره. المهم على اي، وكاينين مني بزاف اللي باقي عندهم هذا الغموض في التعامل المالي على المستوى الرقمي. المهم، ولكن العالم اظن بانه سيفرض ما هو رقمي مستقبل. نتسناو تسناو تسناو معايا فن العيش بعد الفاصل. غادي نستقبلوا بلال حموتي عبر سكايب، دائما طفل مخترع فاز بجائزة الروبوتات الدولية. بعد الفاصل.
التلقيح ضد فيروس كورونا في بلادنا غادي يهم كل المواطنات والمواطنين المغاربة وحتى الأجانب المقيمين في المغرب واللي العمر ديالهم من 17 سنة للفوق. في المرحلة الأولى التلقيح غادي يبدأ بالصفوف الأمامية، الناس ديال الصحة والناس اللي كيسهروا على الأمن والناس ديال التعليم وحتى الناس اللي العمر ديالهم من 75 عام للفوق. ومن بعد غادي يشمل التلقيح إن شاء الله لجميع المغاربة. خاصكم تعرفوا أن اللقاح ضد كورونا مجاني لجميع المواطنين. هذا اللقاح هو على شكل جوج ديال الجرعات، من بعد ما تديروا الجرعة الأولى الطاقم الطبي كيعطيكم موعد باش تديروا الجرعة الثانية. هذا الموعد ضروري تحترموه. الجرعة الثانية إلا ما درتوهاش بحال إلا ما تلقحتوش نهائيا. وخاصكم تعرفوا كذلك أنه ما بين الجرعة الأولى والجرعة الثانية ما كاين لا مناعة لا والو. المناعة ما كتجي إلا أسابيع من بعد الجرعة الثانية. هادشي علاش خاصنا ضروري نحميو الصحة ديالنا وصحة الناس اللي دايرين بينا، ونبقاو ديما ملتزمين بالإجراءات الوقائية المعروفة، الكمامة، النظافة والتباعد. هادشي راه ما كافيش للقضاء على الفيروس، حيت خاصنا نتسناو حتى نوصلوا لتلقيح 80% ديال السكان في بلادنا، عاد ديك الساعة يمكن نقولوا بلي حققنا المناعة الجماعية. وإلا وصلنا لهاد المرحلة غادي نحقوا السلامة والصحة لينا ولبلادنا ورجعوا لحياتنا العادية. الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، نحمي راسي نحمي بلادي. كل شيء تقلب على الراحة والأمان وأنا لقيتهم عند أريزونا بارك، شقق أوستاندينغ في كارتي فيكتوريا في قلب بوسكورا. الهدوء التام والمنظر يا سلام. صالون كبير كيوفر ليا والضيوف ديالي الراحة الكاملة. تصميم الكوزينة بطريقة عصرية باش تكوني مرتاحة، والحمام بأجمل فصالة. أما بيت دراري كبير ومتسع. شقق أريزونا بارك من 90 حتى 140 متر ابتداء من 9000 درهم المتر كاري. للمزيد من المعلومات اتصلوا بالرقم 080-200-010 أو زوروا موقعنا www.arizona.ma. أريزونا بارك، إلى سديت بابي يبقى بالي مرتاح حتى في غيابي. مشاهدينا فولورز، الموسم الثالث مع ابتسام مستتر. المشاكل اللي كان عندي مع راجلي لانه كان كيحس بيا انني سوبيريور عليه. انا احسن واحد في المغرب في هذه الحاجه اللي كندير. انا ماشي ساهل. انا ما كنمشيش بجلابه في البحر. انت كتمشي بجلابه؟ انا ما كنمشيش للبحر. ما كيعجبنيش نبين ها اللي كيدير لي الشوكه ولا شي حاجه، مي ديما مي كيقولوا لي واش درتي كدير بوتوكس؟ كنقول سي. توغوزمون انا ماشي مراه غنسنى يتركب لي خاتم ولا غنولد ولاد مع واحد وتحطم لي مشروع حياتي. قلتي واحد الجمله انا عمري في حياتي ما نزعم نقولها. جي توجور ايتي فاسيني بشي واحد اللي عنده سلطه. الاتجاه الصحيح كان عن طريق العدل، واعتقد انه العدل اخذ مجرى. هذوك الوش اللي مخزرين واللي مقلقين واللي صعاب واللي قاصحين وما يدير الامن في البلاد، اللهم مخزن ظالم ولا رعيه سايبه. فولورز، الموسم الثالث مع ابتسام مستتر، كل يوم اربعاء ابتداء من 9:30 مساء على القناه الفضائيه شادا تي في. دي قطبي تونايت مع عماد قطبي، الموسم الرابع كل يوم سبت. زهر مرحبا بك. الله يرحمك. في غدا شنو هنا؟ المغرب مازال عندنا مشكل ديال ان الحرفه ما مقلناش. كاين شي بعض الروتين اليومي وداك الشيء بساله. وعمري ما ظنيت الدنيا فهكت. من وين تجيب الفلوس؟ لا غير ما كنلعبش البوكر، داكشي علاش كيبقى عندي. تنقول ماشي وقت الدعم دابا اللي يخرج باش نصوبوا به اغنيه جديده. لا كان سكوندال الغواس. فاش مشيت عندها قلت لها علاش، قالت لي واش تسربي اللحم الخضر. شكون هذه اللي كتبغي تكبر؟ انا ما كنبغيش اللي يسولني على لاج ديالي. ملي بان لك شي مجمع مجموعه وغاد السفينه عرفت داك اللي سايق السفينه راه مصفي الامور. دي قطبي تونايت مع عماد قطبي، الموسم الرابع كل يوم سبت ابتداء من 9:30 مساء على القناة الفضائية شادا تي في. شكون اللي قال بأن أرحام النساء المغربيات لا تلد العباقرة؟ شكون اللي قال هذه؟ وحتى لا شي واحد فكر يقولها
تنقولوا لي ما تقولهاش لانك غادي تكون خاطئ مليون في المئة وغادي نضحكوا عليك. نساء الامهات المغربيات يلدن العباقرة، وغادي نعطيكم المثال والنموذج اللي هو بلال حموتي، طفل مخترع فاز بجائزة عالمية في الاختراع، غادي نعرفوه بعد قليل في فقرة فن العيش. يلا خليوني نرحب ببلال. السلام عليكم بلال. يا بلال. السلام عليكم. كي داير لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، انتما كي دايرين؟ والله الا مزيان الحمد لله، بخير وفرحانين بيك ومتشرفين بيك وعلى راسنا من فوق. بلال شرفتينا وشرفتي المغرب. وكبرتي شويه، كنتي دزتي معنا دابا شي 6 شهور ولا تقريبا، ملي بدا كوفيد، ملي درنا التغطيه ديال كوفيد في مساء الخير يا مغرب، بدي كنتي دزتي معنا على قبل الكمامه الذكيه وكبرتي تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. شكرا الله. الله يبارك فيك. بلال، بلال حموتي، فزتي بهذيك الكمامه اللي كنا دوزناها هنا في هذا البرنامج، هذا هي كمامه ذكيه ياك، وتطلع بوحده ملي تقرب لك شي واحد ياك، هذا هو الاختراع ديالك. لا انا شاركت في واحد المسابقه ديال الروبوتات العالميه، ماشي بنفس الكمامه، لان كنت درت واحد الكمامه جديده بزاف اللي كانت يعني تخلطت لهم بين الكمامه الاولى والكمامه الثانيه. هاد الكمامه الثانيه ضد السعال والعطس، يعني قبل ما نعطس ولا نكح كتبلع بوحدها. كيفاش كيفاش شرح لي كيفاش تتبلع بوحدها؟ يعني بلا ما نخدم يديا اوتوماتيكمون، يعني بحال هي اللي تدير. دابا بلاتي فهمني تبارك الله ما شاء الله. قول يا بلال، دابا الكمامه الاولى ما نهضروش عليها، ماشي هي اللي تقدمتي بها في المسابقه العالميه ديال الروبوتات ياك، ماشي هي الكمامه الاولى اللي تطلع بوحدها الا قرب حداك شي واحد، ماشي هذيك. ماشي هذه. اذا درتي كمامه اخرى اللي مرتبطه بالكحبه والعطسه ياك، دابا تتكون داير الكمامه وملي تتعطس تطلع بوحدها. وقبل ما يخرج داك الرداد ديال العطس ولا الكحه كتبلع بوحدها يعني. تتنوي تعطس تطلع. تبارك الله عليك بلال. وتبارك الله ما شاء الله، كي درتي ليها؟ ما كيفاش كيفاش انك يلا تتبغي تعطس وتطلع الكمامه تتعرفك راك غادي تعطس وتطلع بوحدها ولا غادي تكحب وتطلع بوحدها؟ شرح علينا شنو اعتمدتي فيها، كيفاش شنو كيفاش تخدم؟ انا اسمح لي ما نقدرش نقول لك يعني بالتفصيل الطريقه. لا راك عارف. سير 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 الاختراع ديالك بطبيعه الحال ما تعطيناش لي ديطاي. واه يقدر يكون لان شي واحد كيشاهدني دابا ومثلا يشوف هاد الفكره كي درت يعني خدمته ويبغي فهمت، كاين لان كاين بزاف من هاد هذه ملكيه الاختراع ديالك وتتوثق هاد الشيء بلال، تتوثقوا يكون تحفظوا يعني في سميتك كل الاختراعات اللي تدير. لا للاسف تا اختراع لحد الان ما درت له براءه اختراع، لان المشكل هو كاين في يعني الماده ديال باش تندار ديك براءه اختراع ويعني ومسائل واحده اخرى. قضيت الفلوس زعما. واه خص يكون شي يعني شي واحد اللي بحال مثلا نقولوا استاذ جامعي باش يعاونك في ديك براءه اختراع، كاين خاص تكتب يعني عليها وترجم. واخا قول لي دابا بلال، خليني ناخذ هذه مهمه جدا قبل ما نكمل معاك في شي اشياء اخرى اللي تتهم هذا الاختراع الجديد اللي ربحتي به الجائزه الدوليه جائزه الروبوتات. قول لي الا بغيتي دابا دير واحد الرساله، انت بلال كطفل عندك 12 عام اظن بلال، 13 عام 12 واه طولت العمر ان شاء الله. دابا انت طفل مغربي مخترع تبارك الله وصوبتي اشياء كثيره، دابا الرساله ديالك اللي تبغي توجهها لاي مسؤول في المغرب ياك،
عبر مساء الخير يا مغرب مباشرة على شادة تي في. شنو الرسالة اللي بغيت توصل مادام تكلمتي لنا على الفلوس اللي ناقصة باش دير براءة الاختراع بعد المشاكل تتعيشها؟ شنو الرسالة اللي تبغي توصل باش أنك تبقى غادي في الطريق ديال الاختراعات؟ أنا كنت من المسؤولين أنهم يساعدوني في الدراسة ديالي ويعني يساعدوني في الدراسة باش نقرأ دراسة خاصة في هذا المجال ويعني وباش يساعدوني باش نطور الموهبة ديالي. هالشي اللي تطلب، هالشي اللي باغي انت اللي يعاونك باش تبقى تقرأ. واو، كنتمنى أن نتلقى وزير التعليم. وزير التعليم إن شاء الله السي أمزازي. ايوا تنتمنوا رسالتك توصل سي امزازي. الا كنتي تشوفنا ولا شي واحد قريب من امزازي تيشوفنا ولا شي واحد خدام مع السي امزازي تيشوفنا وزير التربيه والتعليم، راه السي بلال حموتي عنده حلم، بغى يريح معاك، بغى يتلاقى معاك. السيد الوزير طفل مخترع مغربي، اختراعات ديالو كبيره وامامها نبهر حقيقه كيف لطفل انه يدير هذه الاختراعات. تبارك الله ما شاء الله، الله يحفظك بلال. بلال كنتي صوبتي اللي احنا عشنا معاك في مساء الخير يا مغرب قبل تقريبا 8 شهور، صوبتي الكمامه اللي تطلع بوحدها من اللي تقرب لك شي واحد باش تبقى محافظ على مسافات الامان. صوبتي تا ديك البوبيل الذكيه ياك؟ واه واحد نشرح عليها. هي شرحها. هاد السله يعني كي نقرب لها حتى هي كتحل اوتوماتيك من بوحدها باش هكا من باش هكا ما تنتشرش يعني العدوى. هذيك يمكن انها تكون في المدارس في يعني في الاماكن العموميه. جميل جدا، ودائما تاهي تتحافظ على ديك المسافه ديال الامان، يعني ممكن تلوح الازبال شرف الله وقدركم بلا ما توصل للبوبيل باش يبقى الامن والامان في كوفيد. واه تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. ايوا واحد الروبوت بدر هاري عاوتاني. روبوت بدر هاري؟ واه شنو هذا الروبوت ديال بدر هاري؟ يلا وضح لينا. هذا الروبوت كنت درته هذه مده ملي صنعت هذا الروبوت. انا مع انني محبين ديال الرياضه ومعجبين ديال البطل بدر هاري وفي نفس الوقت كنتريني التايكواندو مزيان، فكرت في الفكره ديال انني يعني نصنع واحد الروبوت ملاكم. هذا الروبوت كيحاكي الحركه ديال الايدي ديالي. الحركه اللي درتيها بيدك تيديرها حتى هو. واه يعني تمشي مع الحركه ديالك. واه عرفتي فكرتيني في واحد فكرتيني في واحد الفيلم بلال ونسيت سميتو، ديال واحد الاب عنده واحد الوليد وتيداروا لي كومبا ديال لي روبو كومبا في الرينغ وعليها المزايدات وحنا تنظنوها فيلم زعما. فاذا بي تقول لي انت اصلا داير روبوت يمشي باليد، حيت هاد الفيلم هذا فيه لي كومبا. عرفتو، كنت حتى انا تفرجت لواحد الوقيت ريال سيل. وليد قال لي سميت الفيلم ريال سيل. انا شفت هذا الفيلم كيفاش تيطلعوا الروبو للرينغ وتبقى الدري خارج الحلبه وهو اللي تيشوف الخصم ديال الروبو ديالو وتبقى يضرب كيف ما هو تيضرب في لوفيد في الخوا، هذاك الروبو تيضرب الخصم ديالو كيف الحركه اللي دارها الدري تيدير الروبو. انت درتيها بلال. ما شاء الله ما شاء الله. باش دخلت لهذا المجال كنت كنتفرج لهادشي ديال الروبوتات بزاف يعني لواحد الدرجه كبيره. جميل. وتفرجتي في هذا الفيلم ريال سيل؟ تفرجتي فيه؟ واه راه هذاك الوليد عنده 12 عام تا هو ولا 13 عام بحالك. فكرتني بهذا الفيلم. جميل جميل. قول لي يا بلال، الرسالة ديالك تنتمنى أنها توصل إن شاء الله. كيفاش تفزتي بهذه الجائزة الدولية ديال الروبوتات؟ كيفاش يعني ترشحتي وكيفاش الاختراع ديالك ترشح؟ شكون اللي دفع؟ شكون اللي عاون وتفزتي بهذه الجائزة من بين مئات المخترعين الأطفال في العالم؟ واه هذه المسابقة أولا كانت مسابقة عالمية يعني يقدر يشارك فيها أي واحد من أي دولة يعني
كما بغى يكون. يعني كانت المشاركين كانوا 955 مشارك و 20 دولة اللي شاركت يعني في هذه المسابقة، والحمد لله يعني كنت من الفائزين، كنت المغربي الوحيد اللي فاز، وجيت مع مهندسي المستقبل. وما كانوش هذه المسابقة غير الأطفال، كانوا ناس كبار يعني، كانوا فرق، كانوا يعني كانت يعني فين تنظمت هذه المسابقة؟ فين تنظمت المسابقة؟ هاد المسابقة كانوا مشرفين عليها مجموعة من الشركات، من مجموعة من الدول، كانت تركيا وكانت الجزائر، المهم كانوا بزاف اللي كانوا نظموا هاد المسابقة. جميل. وانت واش فزتي بالرتبة الأولى ولا كنتي ضمن الفائزين مع اللي فازوا؟ لا، كنت انا مع اللي فازوا. مع اللي فازوا. شحال واحد فاز تقريبا الى عندك الرقم؟ والله ما عارف بالضبط. مهم ربحتي، مهم الناس اللي ربحوا، الناس اللي توجوا ودخلتي في اللائحه ديال مهندسي المستقبل، ياك؟ واه جميل، والله يوفقك اخويا، والله يعاونك، والله يسر امورك. هاد الاختراع اللي درتي ديال الكمامه، انها تطلع قبل ما تعطس، كما عيرت تنوي تعطس هي تطلع باش داك الرادار ما ينتشرش، وكاسلوب وقائي ضد كورونا. برافو عليك. زعما هاد الكمامه هذه بلال ما عمرها يعني مع العطسه مع الطلع، ماشي شي نهار تعطل، ماشي لا. هذه انا الفكره علاش درتها. الواحد المشكله لاحظت واحد المشكله يعني كيكون يعني انا قلت باللي غادي تكون واحد السبب يعني اللي خلى الفيروس ينتشر بواحد الطريقه غامضه. يعني كنلاحظوا باللي كاين الناس اللي كيكونوا بوحدهم في واحد الاداره ولا مكتب، وكيكون ما لابسش الكمامه، يعني كيحيد الكمامه هكا باش يتنفس، لان الله يحسن عون كل واحد الكمامه راه كتخنق، كيبغي باش يتنفس، ولكن فاش كيجي يعطس ولا الا كان مصاب غادي تنتشر ديك العدوى في صحيح تنتشر في داك المكان كله، في الاوراق، في يعني في المكان غادي تنتشر في داك البلاص، وهكا الا جا شي واحد موراه غادي يعني غادي يتعادى حتى هو يتعادى. صح، برافو عليك. شوف يعني هاد الكمام الله يرضي عليك يتنفس. امين، الله يحفظك، الله يرضي عليك. كيما يعني يتنفس على خاطره، تي الا جا يعطس ولا يكح عاد كتبلع. جميل، يعني بلا ما يستفيه. رائع. واش غادي نقول لك؟ الله يوفقك، الله يرضي عليك، ومسار دراسي موفق ان شاء الله، ونشوفك مخترع كبير كبير كبير. الطاقم التقني تيسولني شحال تجيب في الدراسة، باين تبارك الله بلال متفوق دراسيا، ياك بلال؟ واه القراية ماكينة، الله يعطيك الصحة. تبارك الله، الله يوفقك. الحمد لله. نعم، الدورة الأولى جبت 17.15 ما شاء الله، القسم ديالي 17، ما شاء الله، والله الله يوفق، الله يوفق. والتايكواندو اش من سمطة عندك؟ اش من سانتوغ عندك في التايكواندو؟ عندي الزرقاء. مزيان، وراك غادي، الزرقاء راك غادي، مزيان، راه نيفو كبير، ما عليكش، تبارك الله واصل. الرياضة مزيان، الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. وتنتمناو لك مسيرة موفقة في الدراسة ديالك، وتنتمناو من أن كل المسؤولين المغاربة اللي تسمعوا صوتك، خاصة وزير التربية اللي بغيتي تشوفه وتريح معاه، تنتمنى من هاد الناس هادو أنهم يعطوك وقت ويعطوك فرصة أنك تعبر على الاحتياجات ديالك باش تمشي في هاد المسار ديال الاختراع. فأنت ماشي وليد فقط تدير شي حاجة ديال الوليدات، لا، أنت فزتي بجائزة الاختراع ديال الأطفال عالميا اللي شارك فيها ما يقارب 940 طفل يمثلون 20 دولة، وأنت توجت المغرب بهاد الكمامة. ما دابا صوبتي كمامة، قبل ما نختم معاك بلال، صوبتي كمامة اللي كنا تكلمنا عليها في الأول، صوبتي كمامة اللي تطلع بوحدها إلا شي واحد قرب لك، مزيان.
في إطار الحماية من كوفيد 19، غير تقرب واحد تفوت مترو هي تطلع بوحدها من أجل الحماية. مزيان، دابا صوتك ماما اللي ملي تتبغي تعطس ولا تكحب تطلع بوحدها باش داك الرداد مينتاشرش. مزيان، ما تتفكرش دير كمامة ثالثة اللي تتجمع بين هاد الجوج، أنها إلا قرب شي واحد طلع بوحدها ولا بغيتي تعطس هي تطلع بوحدها، كمامة واحدة تجمع هادو بجوج. ممكن ندير هاد المسألة، ولكن يعني كنحاول نوزع الأفكار ديالي باش الفكرة تكون مفهومة بشكل يعني أكثر. بحلا نوعا ما تتبسط أفكارك في الاختراع، وباش تكون فكرة مفهومة بطريقة يعني مزيان. والله الله يوفقك بلال حموتي، شكرا جزيلا لك، أمسية سعيدة، ليلة سعيدة ليك ولكل عائلة. شكرا لك، شكرا، تبارك الله عليك. تبارك الله عليك، وانا سعيد بالاستضافه ديالك والحديث معك بلال حموتي للمره الثانيه. كان معنا قبل 8 شهور، هضرنا على الكمامه اللي صوب اللي شو تبارك الله ما شاء الله كمامه صوبها الى الانسان تقدم فات داك المترو تطلع هي بوحدها كحمايه، صوب بوبال سله المهملات غير تتقرب حداها تتبقى بينك وبين شي 50 سنتيمتر ولا اكثر ولا مترو تتحل بوحدها في اطار الحمايه من كوفيد 19. ودابا صوبك ماما اللي غير تتنوي تعطس تطلع هي بوحدها باش تحبس الرداد ديالك، ولا تبغي تكحب تطلع هي بوحدها. وشوف شوف المسؤوليه اللي عند هذا الوليد هذا اللي تلقاه غائبه عند بعض الكبار. قال لك الانسان تقدر يكون في البيرو ديالو، في البيت ديالو، في الدوش الى اخره، ما دايرش كماما بوحدو، حيت بوحدو تقول انا بوحدي وتعطس، يقدر يكون هو مريض وما عارفش، تعطس تعطس فوق دوك الكلافي في البيرو في المكان هو، ملي تيجي اللي وراه غادي يتعادى اوتوماتيك من خلال ديك العطسه. فهو فكر بحس المسؤوليه، اجي الانسان ها هي الكمامه ما دايرهاش، ولكن بمجرد ما يبغي يعطس تطلع في اطار الحمايه الجماعيه. رائع، تفكير جماعي، برافو. يلا الله يوفق. وبلال حموتي راه منه بزاف في المغرب، شويه الرعايه ما بقى لنا الا قولوا لكم غدا نلقاوكم ان شاء الله في مساء الخير يا مغرب، دائما مباشره على قناتكم الفضائيه شادا تيفي، مره اخرى مواضيع مختلفه وضيوف من قطاعات مختلفه. الى الغد.